طب نروح بقى للبحيرة، أحمد الحسيني مراسلنا في البحيرة، والبحيرة أداء عظيم بقى 2018 يا جماعة، 46% يعني شارك فيها 1,729,000 رغم إنها مش من أعلى 5 كتل تصويتية. طيب حسيني قول لي الوضع في البحيرة إيه؟ أنت فين في البحيرة أصلا؟ استاذه لميس اهلا بيكي، انا هنا في اللجنه رقم 34، هي لجنه عامه في مدينه دمنهور بمحافظه البحيره، تحديدا في مدرسه معاذ ابن جبل الثانويه للبنات. المشهد هنا في محافظه البحيره وتحديدا في مدينه دمنهور لم يختلف كثيرا عن محافظه الشرقيه او عن محافظه القاهره العاصمه. فعلا منذ بدء فتح اللجان في تمام الساعه 9 صباحا، طبعا اللجنه هنا فتحت 9 صباحا، توافد المواطنين على الادلاء باصواتهم، لكن في بعض الملاحظات طبعا ان في فتره الصباح كان كبار السن بيتصدروا المشهد. بعد الظهيره بدا الفئات العمريه المتوسطه والشباب يظهروا وييجوا بكثافات كبيره كمان في للادلاء بصوتهم هنا في اللجنه الانتخابيه العامه. الفتره الطراحه طبعا من 3 ل 4، وجدنا بعد الساعة 4 الكثافات ازدادت أكثر وأكثر وأكثر، وإذا كان هنا هنقول إمتى كان الإقبال أكبر هنا في مدينة دمنهور، فهو تحديدا بعد فترة الراحة من 3 ل 4 أو تحديدا كمان في فترة المغربية. وجدنا بقى هنا عائلات جت بأكملها، أسر جت، أصدقاء، وكمان يعني اللي رصدته وكان جميل جدا وسعدت بيه أن الأسر والأهالي اصطحبوا معاهم أطفالهم الصغيرين. طبعا الأطفال مش هيصوتوا، ولكن هم عشان يشاركوهم مشاركة وجدانية، يكون يعلموهم من الصغر أهمية المشاركة الوطنية وأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وحق دستوري وحق لكل مواطن انه هو يدلي بصوته ويدلي بصوته في الصندوق ويقول كلمته كمان. وبالتالي احنا هنا طبعا محافظة البحيرة هي كمان من المحافظات اللي فيها كتلة تصويتية كبيرة، احنا بنتكلم على اكتر من 4,200,000 ناخب لهم حق التصويت على عموم محافظة البحيرة. هنا في اللجنة اللي انا موجود فيها في حوالي 9,000 مواطن لهم حق الانتخاب هنا في اللجنة. رصدنا كمان ان في فئات عمرية مختلفة ما بين كبار السن والشباب والصغيرين، ما بين الفتيات والشباب والرجال، كمان في يعني اهتمام بالحالات الإنسانية وبكبار السن من توفير العربات أو الكراسي المتحركة، مرافقة كبار السن حتى دخولهم للجان والإدلاء بأصواتهم، كمان أصحاب أو ذوي الهمم كمان كان بيتم مرافقتهم حتى دخولهم للجان وبيتسلمهم القاضي وبيتم الإدلاء بصوتهم. عايز أؤكد كمان أن الشرطة النسائية هنا في محافظة البحيرة وفي مدينة دمنهور كان لها دور عظيم كمان جدا في تذليل وتيسير على العملية الانتخابية أو عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024. في محافظة البحيرة كمان المحافظة شكلت، يمكن قبل كمان بدء فعاليات اليوم الأول للانتخابات، شكلت غرفة عمليات مركزية. الغرفة دي مستمرة طبعا على مدار الساعة لمتابعة أي حاجة تخص الانتخابات على محيط مراكز وقرى محافظة البحيرة، وتواصلنا مع غرفة العمليات هنا في محافظة البحيرة، لم يتم حتى اللحظة تسجيل أي مشكلات تعوق هذه العملية الانتخابية. يمكن احنا أقل من نص ساعة واللجنة هتقفل هنا، وطبعا زي ما زمايلي أكدوا سواء في القاهرة أو في الشرقية آخر ناخب بيوصل للجنة بيكون ليه الحق انه يشارك في صوته حتى لو تجاوز الوقت. عندك زحمة يا حسيني؟ عندك زحمة ولا الدنيا هادية؟ عندك يعني بتاع البساتين ده قاعد، عندك انت عندك زحمة ولا الدنيا هادية هتقفل 9؟ هو في البحيرة هنا الدنيا بدأت تبرد شوية، فممكن مع دخول ساعات الليل أكتر الدنيا يعني، هو كان أكتر الغالبية أو الكثافة كانت أكتر بعد فترة بالظبط بعد فترة المغربية، وكمان بعد فترة الظهيرة ده كان أكبر عدد موجود هنا في فترة أو في مدينة دمنهور في محافظة البحيرة. شكرا زميلنا أحمد الحسيني مراسلنا في البحيرة.